مشاهدينا الكرام، عايزين نتكلم في فقرتنا دي على ملف من اهم الملفات، يعني خليني اقول في العالم مش بس في مصر. انا بتكلم على الزراعه، لان لو هتكلم على الزراعه بتكلم على الامن الغذائي. الزراعه في مصر بتعتبر هي الدعامه الاساسيه للبنيان الاقتصادي الاجتماعي، ايضا الزراعه بتسهم بنصيب كبير في التنميه الشامله. لو هتتكلم على الزراعة بتكلم على أيضا نهوض المجتمع. يمكن أهمية الزراعة بترتبط بأنها مهنة بيشتغل فيها أكتر من نصف عدد سكان مصر. لو تتذكروا امبارح كان دكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة قال، وكنا بنتكلم عن الابليكيشن الجديد اللي مع حملة معاك في الغيط. معاك في الغيط. أيوه. قال رقم يا عبيدة أنا وقفت عنده بشكل كبير، قالك إن اللي بيشتغل في مجال الزراعة 60% من تعداد مصر. صح. ده رقم كبير، رقم كبير قوي يعني. كمان لو هنعدد أهمية الزراعة وخاصة في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي، هنلاقي انها مهمة جدا بسبب الفجوة الغذائية الواضحة، خاصة في الزيوت والحبوب وتردي الأوضاع الاقتصادية في العالم. وده بيخليها قضية الأمن الغذائي زي ما رشا قالت، قضية تعتبر من أهم الضروريات اللي المفروض نهتم بيها، مع تركيز على تحقيق أقصى كفاءة إنتاجية وأكبر معدل لتنمية الموارد الزراعية المتاحة واللي يمكن إتاحتها. عشان نتكلم أكتر عن هذا الموضوع معنا الأستاذ الدكتور علي إبراهيم، الأستاذ بمركز البحوث الزراعية. صباح الفل. صباح الخير. صباح الفل يا دكتور علي. دكتور علي، خليني أبتدي مع حضرتك. لو بتكلم على الزراعة، مفيش شك إن في نهضة زراعية، ويمكن بنشوف النهضة الزراعية دي مش بس المنتجات الموجودة في الأسواق المحلية، لكن من الأرقام تصدير الحاصلات الزراعية المصرية بنلاقي إنها بتعلى. معنى كده إن الأرض مجهزة وفي زراعة. بس لو بنتكلم على الخريطة العالمية، أين مصر في الخريطة العالمية في التنمية الزراعية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شرفت بلقاء اليوم بيكو، وأتوجه للشعب المصري بمناسبة أعياد 6 أكتوبر بالتهنئة. عاشت مصر دائما في عزة ونصر. أمين. مصر في الخريطة الزراعية، مصر أول دولة زراعية في العالم. أول دولة زراعية نظامية في العالم. أنت رجعتني لأيام الفراعنة. هي مصر. حباها الله بنهر النيل، شريان الحياة وأساس الزراعة في مصر. وضعنا كموقع جغرافي بالنسبة لجمهورية مصر العربية في شمال أفريقيا، في الظروف المناخية ادت الزراعة في مصر ميزة نسبية تنافسية على العالم أجمع. المساحة الزراعية عندنا في مصر، أي نعم، هي في زيادة مستمرة من سنة 47 عمل ملكيا، من 5.5 مليون فدان إلى 2013 كانت حوالي 9.8 مليون فدان، وصلت حاليا ما يقرب من 12 مليون فدان، سواء كانت في الوادي أو الاستصلاحات الجديدة، وما سيجد ويضاف إليها من مشروعات قومية جديدة زي مشروع 1.5 مليون فدان، زي مشروع الدلتا الجديدة. فهنتجاوز إن شاء الله في القريب العاجل بحلول 25 ما يقرب من 15 مليون فدان. والجو بتاعنا، ما أنا أقول موقعنا الجغرافي خلى الظروف المناخية عندنا مواتية، ان احنا الميزة النسبية للزراعة في مصر تنافسية، لان ممكن بعض المحاصيل ازرعها 3 عروات في السنة، عروة شتوية، عروة صيفية، عروة نيلية، زي مثلا على سبيل المثال البطاطس والطماطم، مع معظم محاصيل الخضر. قدرنا نوصل لمرتين نزرع القمح في السنة، بنزرع عروتين ذرة في بعض الأماكن. فالميزة التنافسية لموقع الزراعة المصرية في العالم، الصادرات المصرية اللي للعالم أجمع، اللي هي بدأت من 3.2 مليون طن سنة 20، وصلت ل 6.5 مليون طن بنهاية شهر 9/24، فديا إدى ميزة تنافسية للزراعة في العالم أجمع، مش بس في الوطن العربي او في قاره افريقيا. طيب دكتور علي،
اللي انت بتقوله ده شيء جميل، بس احنا عندنا مشكلة. عايزة اعرف الدولة بتفكر فيها ازاي وبتواجهها، بتكلم على الزراعة تحديدا، الا وهي الفقر المائي. حضرتك قلت انه مصر هبة النيل، بس احنا عندنا مشكلة. طب هنعمل ايه؟ شوف على الاقل حافظ على اللي موجود يعني. شوفي حضرتك، اسمح لي كمان في ظل الزيادة السكانية اللي احنا فيها كل يوم. انا في وجهة نظري ودائما بقول عمر الزيادة السكانية ما كانت عائق. انا استغل الزيادة السكانية اللي هي المورد الطبيعي الاساسي او اللي هو المورد البشري. اللي زي العيل بيجي برزقه كده؟ ايوه. اللي هو العامل المؤثر اساسا في التنمية، هو العامل البشري. لان حضرتك بتتكلم ايه المشكلة وازاي نواجه؟ يبقى حضرتك بيواجهنا تحديات. التحدي الرئيسي في التنميه الزراعيه هم شقين، الشق الاول هي الموارد الطبيعيه اللي هي زي ما حضرتك قلتي التربه والارض، مساحه الرقعه الزراعيه والميه. التحدي الثاني هو المورد البشري اللي هو تقريبا 54% من سكان مصر بيشتغلوا بالمهنه دي او فلاحين بصفه عامه. العاملين الفعليين حوالي مثلا 35% من السكان، القوى العاملة الزراعية، لكن مثلا يتجاوز 50% أو 55% لا هم فلاحين. تمام؟ طب إزاي نتغلب على التحدي ده؟ في نظم استخدام التكنولوجيا الحديثة، وده عامل مهم جدا بيستخدمها العنصر البشري، تطور النظم الزراعية، عمليات الري الحديثة اللي يتم، التقنيات الجديدة في رفع إنتاجية الحصرات الزراعية زي الهندسة الوراثية، في تحسين الإنتاجية وليست المعدلة وراثيا، لأن المعدلة وراثيا احنا ممنوع استخدامها عندنا في مصر. عملية الشراكة مع القطاع الخاص، زي ما برضو حضرتك في تحديات بتواجه أو بتعوق التنمية الزراعية، في فرص تشجع التنمية الزراعية. بس دكتور علي معلش يعني اسمح لي، يعني زي ما قالت عبيدة الزيادة السكانية، طب ما الزيادة السكانية دي كانت نتيجتها ايه؟ التعدي على الأراضي الزراعية، البناء العشوائي في أراضي زراعية، خلاص أنا ما بقتش بقت لا تصلح للزراعة. طيب ما هو الزيادة السكانية أدت لده؟ لا يا فندم، هي مش الزيادة السكانية اللي أدت إلى كده، هو سوء التخطيط والعشوائية هو اللي أدى إلى كده. طب حضرتك لكن دايما القرى بيتعمل لها حيز عمراني، كل فترة يتم تحديد حيز عمراني عن طريق وزارة الزراعة وهيئة التخطيط، ان اضافات مساحات للقرى يتم الايه المباني فيها. لكن واحد مش عنده اولاد كتير بيبقى عنده مكان واثنين وثلاثة وعاوز يحجز ارض ويبني فيها وياخد محضر تبوير، ولكن هنا انا بعتبر ضعف القوانين الزراعية المطبقة في هذا هو السبب. في الفترة من 2011 لحد 2015 أكثر من 75 ألف فدان، حوالي أكثر من 1,300,000 مخالفة تعدى على الأرض الزراعية. طيب ده رقم كبير يا دكتور علي. أنا مع حضرتك، ولكن هو سبب العشوائية، لأن هو من أمن العقاب أساء الأدب، هو سوء استغلال. أنا تعديت على الأرض الزراعية فكان يجب مصادرة الأرض من يملكها، لانه غير التخصص، غير ما قالت اليه الارض او ما تم تخصيص الارض ايه لشانه، زي ما بيحصل في مناطق الاستصلاح الجديده، بيديله مساحه للمشروعات الزراعيه من 2% ل 5% مثلا للمشروعات الزراعيه، 2% منهم مباني، بتوصل في بعض الاماكن ل 7% لو هيعمل مشروع مثلا للانتاج الحيواني زي المشروعات القوميه اللي بتتعمل، المشروعات الكبيره. دعم القطاع الخاص ودخوله في المجال الزراعي ده شيء جميل جدا جدا، بس اتمنى ان يكون في شراكه ما بين وزاره الزراعه وبين القطاع الخاص في مشروعات الاستصلاح والتنميه الزراعيه. لسه ما حصلش اي تعاون. في بعض التعاونيات البسيطه، ولكن ده في المخطط اللي عاملاه مثلا وزاره الزراعه لانشاء مدن زراعيه متكامله جديده. يبقى بالتعاون مع القطاع الايه؟ مع القطاع الخاص. نضيف، ممكن نضيف ل 22 مدينه. وتم تحديد مناطق للمدن الزراعيه. في حوالي 22 منطقه. يبقى هيبقى عباره عن 22 مدينه زراعيه متكامله. كلها خاصه بزراعيه صناعيه متكامله.
دي هيتم انشائها ان شاء الله في القريب العاجل يعني، او في المخطط بامر الله رب العالمين ان شاء الله. طب تحدي الميه اخباره ايه بقى؟ لا ننكر ان في مشكله بتقابلنا في ندره المياه، ولكن الدوله بتسعى جاهده من خلال بعض المشروعات زي مشروع النهر الجيه الصناعي، مشروعات التحليه. احنا الحصه اللي جايه من النيل حوالي 55 مليار متر مكعب، استهلاكنا للزراعه فيها لا يقل عن 28 مليار متر مكعب. بنعيد استخدام بعض مياه الصرف في محطات المعالجه اللي بتوصل ل 12 مليار متر مكعب علشان نستخدمها عادتها في الزراعه. في بعض محطات التحليه اللي بيتم عملها في اماكن مختلفه لتوفير كميه ميه صالحه للزراعه. احتياجنا للميه تقريبا حوالي 75 مليار متر مكعب علشان تحقق يعني احنا عندنا نقص 20 مليار. ده بنستعيد بيهم عن طريق مياه جوفيه ما يقرب من حوالي 6 مليار، مياه الامطار حوالي مليار ونص، اعاده التدوير واعاده التحليه والكلام ده توصل ل 12 مليار. ولكن احنا علشان نتوسع بالقدر الكافي اللي هو يلبي احتياجات السوق ويعمل توازن في الاسعار ويعمل توفير ويحقق نسبه من الامن الغذائي، محتاجين ما لا يقل عن 100 مليار متر مكعب. اوف. طيب دكتور علي، مع تردي الاوضاع الاقتصاديه حضرتك كنت كتبت مقال بعنوان التنميه الزراعيه هي الحل لازمه مصر الاقتصاديه، ازاي؟ لا شك ان التنميه الزراعيه وزي ما قالت استاذه رشا في البدايه انها دعامه، لكن انا بعتبر التنميه الزراعيه هي ركيزه اساسيه في التنميه بصفه عامه الاقتصاديه لاسهاماتها في العديد من مشروعات الدوله. اولا قوة عامله، اكثر من 30% من سكان مصر بيشتغلوا في المجال الزراعي، الدخل القومي وتاثيرها عليه بما يعادل من حوالي 18%، نسبة صادرات لا تتعدى بتوصل ل 11 ل 12%، اسهاماتها في الناتج القومي في مصر، الصناعات القائمة على المنتجات المباشرة زي صناعات غزل وصناعات نسيج وصناعات اعلاف، الصناعات الغير مباشرة على بعض المنتجات زي الزيوت زي المبيدات زي المعدات الزراعية زي الأسمدة. فلك ان تخيلي ان قطاع واحد يمثل تقريبا ثلث الصناعات في ايه او ثلث اليد العامله في مصر، فبالتالي هو ركيزه اساسيه للتنميه بصفه عامه. صحيح صحيح. مسؤول القطاع الزراعي المسؤول عن الامن الاجتماعي لان هو المسؤول عن توفير الاحتياجات الغذائيه واللبس وكل ما يخص الامن الاجتماعي وما يحويه من الامن الغذائي. صحيح. دكتور علي ابراهيم الاستاذ بمركز البحوث الزراعيه، انا بشكرك شكرا جزيلا، وان شاء الله النهضه الزراعيه المصريه تفضل في استمرار وعلو باذن الله. باذن الله ان شاء الله ان شاء الله رب العالمين. ودايما وزي ما بقول لحضرتك اذا كان في تحديات ففي فرص للتنميه الزراعيه كبيره جدا، زي فتح الاسواق الجديده، الاصداف الجديده اللي بتستحدثها وزاره الزراعه متمثله في مركز البحوث بمعهد البحثيه ان شاء الله يا فندم. انا بشكرك شكرا جزيلا. نطلع لفاصل ونكمل مع حضراتكم.